أما هلأ سلمى بننتقل لمساحتنا الطبية، رح ننتقل لمجموعة من الأفكار والأخطاء اللي بيوقع فيها الناس لعلاج الأمراض بناء على نصائح الغير. ممكن بكثير من الحالات يستغنوا عن مراجعة الطبيب المختص. أكيد نور، أوقات ما بياخذوا بعين الاعتبار اختلاف بنية الجسم من شخص لآخر واختلاف القصة السريرية. هل هالشي بيعرضهم لمشاكل أكبر من المرض نفسه؟ للإضاءة أكثر عن هالأخطاء الشائعة عند الناس بمجال الأمراض العصبية بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير دكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباحكم. يسعد أهلا صباحك وسهلا. دكتور تامر، واهلا وسهلا ناسي. فيك على شاشة الأخبارية السورية. بالبداية قبل ما نحكي عن نصائح الغير واستشارة الجار، يمكن خلينا نحكي عن أكثر الأمراض العصبية شيوعا اليوم في مجتمعنا، لأنه عم نلاحظ بال10 سنوات الأخيرة في أمراض عصبية منتشرة بشكل كتير كبير وخاصة عند الشباب، يعني عم نتفاجأ بهذا الكم. حقيقة يعني أكثر الأمراض العصبية شيوعا مجتمعنا وفي بالعالم كله صحيح، هي بالعالم بشكل الآلام عام. القطنية أو آلام العمود الفقري بشكل عام. نحن بنعرف هي نسبة الإصابة فيها 90% من البشر، يعني 9 من كل 10 أشخاص راح يصيبهم ولو لمرة واحدة في العمر آلام بالعمود القطني أو العمود الظهري. الأمراض الثانية بيجينا الصداع، من الأعراض اللي كتير مهمة، يعني كلياتنا بنعرف معظمنا عانى من الصداع ولو لمرة واحدة أو أكثر من مرة، وبعضنا بيعاني من صداع مزمن. الأعراض الثالثة اللي بيجينا هو الأمراض النفسية، التوتر النفسي. هذا مرض جدا مهم وكتير منتشر حاليا من مجتمعنا بسبب الظروف اللي مرينا فيها والضغوط اللي تعرض لها الإنسان في مواطننا. وفي عندنا كمان من الأمراض المهمة هي التهابات الأعصاب بأشكالها وأنواعها طبعا، اللي بتساوي آلام عصبية بالأطراف، وهي كمان شائعة جدا عندنا. نعم، يعني دكتور يمكن فينا نقول كمان انه هذا الوقت او هذا العصر بشكل عام صرنا عم نوجد فيه بعض المشاكل اللي عم ينجم عنها هاي الامراض، يعني مثلا الجلوس لفترات طويله، بعض الاعمال اللي صارت موجوده هلا عم ينتج عنها هي بعض هاي الامراض، فينا نقول هيك؟ طبعا لكن يعني احنا اول شيء اللي تعرضنا له من ضغوط نفسيه زاد التوتر النفسي، التوتر النفسي زاد من اضطرابات المناعه وادى لظهور امراض مناعيه بشكل نسبه اكبر. كلياتنا سمعنا جيلان باريت، تصلب الويحي، كلها هي امراض نتيجه خلل المناعي اللي عم يصير، اللي هو نتيجه الظروف اللي مرينا فيها. طبعا الظروف الثانيه هي الضغوط الميكانيكيه اللي تعرضنا لها، الحمل، الوقوف لفترات طويله، جلوس لفترات طويله، استخدام احيانا وسائل الاتصال الحديثه، الموبايل، هي ادى لظهور الام بالرقبه، الام بالظهر، الام قطنيه متعدده. كل هذا الظروف المحيطه سواء كانت مثل ما حكينا نفسيه او ميكانيكيه ادت لانتشار اكبر للامراض والاعراض العصبيه بين المواطنين. ويمكن كمان بترجع دكتور للبيئة المحيطة أو المجتمع، يعني اليوم لما نقول في كتير من الأشخاص عندهم أمراض عصبية ويمكن ضمن الظروف المحيطة نعيشها نوع من التوتر النفسي، بس كمان الأمراض اللي عم نحكي عنها آلام الظهر إن كان ولا آلام الرأس، ولا هي بالبيئة المحيطة إنه أنا ما بتعب، أنا ما بمرض، أنا بوقف 10 ساعات بالشغل وما بصير معي شيء، كمان هذا مفهوم خاطئ بشكل كتير كبير. نحن مقصرين بحق أنفسنا، ما بنهتم طبعا بنفسنا كتير، يعني طبعا حتى مثلا بيقولوا لك ايام زمان كانت الصبيه توقف 15 ساعه وما يصير لها شيء، يعني تولد تاني نهار تقوم على الشغل. لا يا حبيبي، الموضوع مو هيك، طبعا يعني كمان هي افكار واخطاء شائعه بشكل كتير كبير بمجتمعنا. طبعا. هلا حتى اقول لك، يعني انا دائما بنسال بالعياده او بالمشفى انه دكتور شو السبب؟ انا بقول له اياها هيك بالطريقه الاستهلاكيه، انه استخدام خاطئ. يعني استخدام الخاطئ هو سبب اهم للجسم. الجسم بده عنايه لحتى يخدمك، تخدمه بخدمك مثل اي شيء في هالدنيا. يعني الاستخدام الخاطئ بيشمل انه استهلاكه بشكل هائل دون اجراء اي وقايه صحيه او رعايه صحيه للجسم، سواء من الناحيه الغذائيه او سواء من ناحيه الرياضه، التمرينات، اعطائه الوقت الكافي للراحه، ممارسه عادات صحيه سليمه، هي كلها بتخدم انه نحافظ على الجسم، مساعدته على تجديد نفسه، مقاومه اليه التقدم او بالعمر او الايجينج، لحتى يخدمنا لفتره اطول ويحافظ على نفسه من الامراض والاعراض اللي بتبلش تعطينا انذار انه اوكي في مشكله هون في في خلل. حياتك. نعم، طيب دكتور تامر، كمان يمكن هلا بهي الاوقات بنسمع كثير عن وجع الرقبه، في كثير عالم بيتعرضوا لاوجاع بالرقبه، البعض بيقول لهم انه خذ مرخي عضلي، انه هذا هو الدواء، طب من دون ما بده يعمل فحص، من دون ما بده يعمل تصوير او اي شيء؟ حقيقة مثل ما قلتي، نحن خاصة بعد
انتشار الموبايلات والتابات والكمبيوترات والطريقه الجديده بتمضيه الوقت حتى باللايف ستايل الجديد، يعني انه نحن معظم وقتنا عاملين بهي الطريقه هيك. هلا هذا بيؤدي لتشكل مناير، تشكل ديسكات، تشكل الام، يعني اعراض تشنج عضلات، تمزق اربطه، اسباب متعدده واليه يعني معقده لحدوث تنكس بالعمود الرقبي. موضوع ما رح ينحل بمرخي عضلي، يعني رح ناخذ مرخي عضلي مره ومرتين وننكس مره ثانيه ومره ثالثه، والاخير نوصل لعند الطبيب الموضوع ما عاد ينحل بعلاج محافظ احيانا. لا، او بصير بس كمان السؤال انه خذ مرخي عضلي، يعني بصير رفيقك هو دكتورك او جارك او قرايبك، انه ما في داعي تروح على الدكتور، شغلتك طبعا بسيطه. حتى هو بيكون طبيب نفسه، يعني مره ارتاح المرخي العضلي، المره الثانيه بيستنى انه ياخذ مفعوله، بالرغم انه احيانا بيجينا مريض عنده ضعف عصبي، يعني خزل او شلل بطرف اليد مثلا، وهو عم ينتظر انه المرخي العضلي يعالجه. الاليه معقده، يعني الالم ممكن ينشا عن العظم، ممكن ينشا عن الاربطه، ممكن ينشا عن العضلات. فالمرخي العضلي هو جزء من الاليه العلاج وليس العلاج. نحن اذا ما شلنا السبب ما رح تنحل المشكله. صحيح، مزبوط. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الأمراض المنتشرة هلأ بسبب الظروف الصعبة اللي عم نعيشها نوعا ما، اللي بتندرج تحت إطار التوتر النفسي. كمان عم نشوفه عند الأطفال الكبار الصغار الشباب. خلينا نحكي عن هي الأمراض وآلية علاجها. يجب دائما الذهاب إلى الدكتور، يجب مراجعة الدكتور، يعني ما حدا يعطي معلومة من عنده ولا يكون دكتور لهيدا المصاب. حقيقة أنا يعني رح أحكيك هلأ كم عرض، وستات البيوت اللي عم يسمعونا أو رح يحسوا أنه أوكي هذا عم يحكي عننا الدكتور ليش هيك، ورح تتفاجئي بالنسبة يمكن لو صار في إحصائية معينة. يعني رح نسأل عم تحسي بضيقة نفس؟ أوكي. عم تحسي بخفقان بالقلب؟ أوكي. حاسه شعرك عم يهر، وزنك عم يتغير، زيد بنقص؟ أوكي. أوجع بإيديكي برجليكي؟ نعم. حرارة بالإيدين بالرجلين؟ نعم. بالأطراف طبعا. بتحسي مثلا انه في عندك خدر تنميل بالاطراف؟ نعم. حاسه حالك مثلا انه نومك مو كافي، ما عم نقدر ننام او عم ننام زياده؟ نعم. هي كلها اعراض شو؟ التوتر النفسي، وليست اعراض مرض عضوي ذاتي. نحن هون طبعا بتلاقي رحنا على دكتور العصبيه. ما فينا نقول الجميع سليمين نفسيا، يعني كمان الناس مشان ما كثير تخاف. ايه طبعا. هلا نحن التوتر النفسي ما هو مرض خطير، هو عرض عادي نظرا للظروف اللي نحن بنعيشها، بس كمان بنفس الوقت ما بدنا نهمله او انه نعالجه بشكل خاطئ. يعني هون اللي في ناس بصير عندها خوف، اخ عندي خدر وتنميل وما عم يروح، انواع من انواع الرهابات يعني، وبنبلش ناخذ فيتامين اعصاب، وبنبلش ناخذ الابر الحمر، وبنبلش ناخذ الديكلون، ونحن ما عم نعالج السبب. سواء علاجه ممكن يكون بسيط، ممكن يكون بنوع من التطمين، لانه نحن بندخل دائره مفرغه، ما عم نتحسن، بنخاف بزياده، بيزيد التوتر النفسي، بيزيد الاعراض وهكذا. او بالعكس، يعني بتلاقي العالم يا بتخاف كثير، الناس بتخاف كثير، يا اما بتلاقي لك لا عادي هذا الشيء طبيعي، يعني ما عندك حل وسط، يعني يا بيروح على الاخر بخاف، يا اما انه انا عم مر بظروف كثير طبيعيه وعادي، يعني ما بتحمل. هون القصه انه نحن مثل ما بقولوا اعطي الخباز خبزه، يعني خلي الاخصائي يحدد شو المشكله وقديش وين وصلنا بهي المشكله لينحط خطه العلاج. اكيد. ونحن لهلا يعني برغم كل هالسنين ويمكن كل هالتطور، كل هالتكنولوجيا وكل هالحضارات اللي عم نشوفها يمكن من خلال التلفزيون او غيره، ولسه عندنا مشكله انه نحن نروح لعند دكتور مختص نفسيا او نطرح مشكلتنا النفسيه. سهل كثير نقول بدنا نعمل انفنا، بدنا نعمل كذا، بالعكس في ناس بيتباهوا بهذا الشيء، بس عندهم مشكله انه يروحوا يداووا نفسهم وروحهم، مع انه هي الاساس. يعني للاسف هذا خطا كبير، وعم نوصل لمراحل يعني حتى الطبيب بينضر من الجهل المجتمعي. يعني نحن عم نتوصل بجهل المجتمع انه نتناقله، نتوارثه، انه الطبيب النفسي مشكله، الدواء النفسي مشكله. طبعا هذا يعني هذا خطا، وهذا عم يضر المريض وعم يوصلنا لمراحل عم تكون صعبه العلاج. صح، مزبوط. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان عن أمراض تانية كمان بيدخل فيها المعتقدات الشائعة مثل الزهايمر. يعني في ناس بتقول إنه بس يكبر هذا الشخص معناته أكيد بده يصير عنده فقدان ذاكرة، وبده يصير عنده الزهايمر شوي شوي، أو حتى في ناس حتى على الصغر يعني إنه بالمزح إذا أنت نسيت بيقول لك شو صار معك الزهايمر. يعني
هي الزهايمر يعني هلا هو مرض كبار السن، وليس ولكن ليس كبير، كل كبير سن رح ممكن يصير معه ينصاب فيه. الزهايمر. لا يعني نسبة الإصابة بعد ال 65، بعد عمر ال 65 بتزداد 5% كل 5 سنوات. الزهايمر حقيقة يعني ما بيصيب الصغار بالسن إلا بحالات نادرة جدا جدا جدا، يعني أقل من الستين ما بيصيب إلا في حالات إصابات الأوعية الدماغية أو بحالات الموروثة، ممكن يبلش يطلع عنا الزهايمر بالعمر الصغير. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الأمراض الشائعة الأخطاء الشائعة للأمراض العصبية. يعني كمان نحن توقفنا كثير عن الأخطاء الشائعة والمعلومة الخطأ اللي بتأثر نوعا ما سلبي. خلينا نحكي عن أكثر الأمراض شيوعا العصبية، مش النفسية فينا نقول. طيب هلا نحن رح نحكي يعني اكثر شيء بنواجهه نحن كاطباء. هلا واحد العصب رح ينقل الالم، الم الاسنان رح ينقله العصب، والم المفاصل رح ينقله العصب، الم العضلات الكتلة رح ينقله العصبية هي العصب. المسؤولة نوعا فاذا ما. هو ناقل وليس المرض بالعصب، يعني ليس المشكله بالعصب انه والله نحن الالم عصبي. اوكي طبعا كل الم رح ينقله العصب، بالتالي اللي بدي اوصل له انه اخذ ابر فيتامين للعصب لا ما رح يحل المشكله. هذا ضغط يعني ضياع واهدار للموارد. اخذ ابر فيتامين لحل الام عضليه او مفصليه او الام الاسنان ما راح يذهب مشكله العصب. اثنين، الادويه النفسيه لا يعني في ضمن خطه علاجيه لا تسبب الادمان. طبيبك النفسي قادر انه يحط لك برنامج للعلاج ويعرف متى يسحب الدواء ومتى جسمك وصل لمرحله من الاكتفاء من الدواء بحيث يسحب الدواء النفسي. هاي نقطة مهمة، لأنه دائما عندك المتلقي بيقول لك دكتور نفسي، دواء نفسي يعني مهدئات يعني إدمان، دائما في معلومة سلبية عن هذا في الموضوع. استخدام خاطئ للمهدئات، يعني ممكن المريض ياخذ حبة لكسوتان تهديه ويكون مبسوط كثير بالرغم من انه هو مثلا عنده اكتئاب. في حالات اكتئاب بتكون واصلة لمراحل الانتحار او مراحل التدمير الذاتي، تدمر حياتهم وما هم مستعدين ياخذوا مهدئات لانه جارهم قال لهم او قرابهم قال لهم، هذا بيعمل ادمان. او هي العكس، شغلة لانه عم نشوف الطبيب. كمان استخدام مهدئات بنسبه كثير كبيره ضمن الشباب، يعني بدون ما يكون عندهم اعراض اساسا. تماماً. يعني هو خليني هدي اعصابي، يعني انه شو هدي اعصابي، ما موضوعين على خطه علاجيه مشرف عليها طبيب مختص. الموضوع له خطه، له برنامج زمني ببلش بينتهي. إذا صار كذا ممكن نرفع الجرعة، إذا صار كذا ممكن نخفض الجرعة. هي خطة لها علاقة باختصاص كامل. ثالث شغلة اللي أنا حابب أحكي عنها هو الكورتيزون. الكورتيزون اخترع بالعام 1960، وجد وسمي أكسير الحياة، دواء أكسير الحياة بسبب فوائده الجمة. فهو دواء وليس سم زعاف كما يعتقده معظم المواطنين. نتيجة الاستخدام الخاطئ له صار عنا لظهور أعراضه الجانبية. السمنة الزائدة، دائما عندك ربط الكورتيزون بالسمنة طبعاً الزائدة. طبعا رح احكي يعني لكم على هذا الموضوع. استخدام الخاطئ له لأنه مثل ما قلنا سموه أكسير الحياة فصار يستخدم لكل الأمراض أول ما اخترع، هذا أدى للأسف لانتشار مفاهيم خاطئة. هي المفاهيم للأسف عم بتضر المرضى وعم بتضر الأطباء. الكورتيزون هو مضاد التهاب لاستيرويدي، له فوائد جمة، وهو أحيانا العلاج الوحيد لكثير من الأمراض. تمام. بالتالي عدم استخدامه بسبب قناعات. أول شيء شلون يا دكتور عم تعطيني لوجع ظهري كورتيزون وأنا عندي هشاشة عظام، رح تزيد الهشاشة. اترك تقدير الأمر للمختص. نعم هو استخدام المديد بيسيد الهشاشة، ولكن استخدام المديد وليس من إبرة أو دواء كورس لمدة أسبوعين. اثنين، بيساوي سمنة، أنا ما باخذ هذا الدواء بدي إسمان ما بعمل. دائما ربطه بالنصاحة. طبعا النصاحة لها علاقة بالحبس السوائل وليس بزيادة الشحم، فبالتالي في تعليمات معينة عند استخدام الكورتيزون بتوقيك من إصابة بالسكر والملح. طبعا الشوارد هي كلها بنعطيها للمريض حسب وضعه، يعني كمان مشان ما كل مريض يفتكر انه هي قاعدة نهائية. بتلاقي مثلا نحن حطينا مريضة عندها نقص فيتامين بي 12، صار معها التهاب أعصاب، بتجي لتكتبي لها الدواء المناسب لها بتقول لك دكتور إذا بتريد أنا فيتامين ما باخذ بيسمني.
هي مصيبة ثانية. الفيتامين ليس مسؤول عن زيادة الشحم، فيتامين ممكن يفتح الشهية، فنحن ممكن نضبط ننظم الشهية. غذائنا، تنظيم الغذاء وتنظيم الجهد هو بيسيطر على الأمور. نعم. الشيء الشائع الأخير اللي راح أحكي عنه هو الفيتامين دال والكلس. كلياتنا بنعرف أنه أنا صرت بعمر معين بدي أخذ كلس، إيه خدي هذا الكلس. لا أنا ما بدي أخذ، بناء على شو؟ نصائح الجيران، نصائح الجلسات العائلية. هلا كمان عم نشوف كمان انتشار كثير كبير بنقص فيتامين دال عند طبعا، بس علاجه ما بيكون انه اخذ حب فيتامين دال. الامور بالطب ما هي هيك الامور. فيتامين دال له استقلاب، له علاقه بالكالسيوم، له علاقه بهرمونات الدرق. استخدام فيتامين دال الخاطئ بشكل كبير بيرفع نسبه الكالسيوم، بعد عندنا الاعراض خطيره. والعكس صحيح، عدم علاجه كمان بيؤدي عنا لاعراض ثانيه خطيره، الام مفصليه معنده ومزمنه، والام حتى يمكن نقص الفيتامين د بسبب صداع، بسبب مشاكل نفسيه. فبالتالي يفضل انه يكون موضوع تحت اشراف طبي. طيب بدي اسالك بس بالختام دكتور تامر، تعريف المهدئ، يعني كثير من الناس بتخاف من كلمه مهدئ. المهدئ كدواء هو شو بيكون؟ في بنعرف انواع وعيارات لجميع المهدئات، بس شو مضمونه مشان العالم انه انت ما رح تاخذ مهدئ تأدمن عليه؟ الحقيقه في مهدئات تعتمد على عده مستويات. هلا في مستوى مضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقه الخفيف اللي ممكن يشتغل على المراكز نول الدماغ لحتى تحسين المزاج، تحسين مزاج معدلات المزاج والمود. هلا نحن هذا النوع هو الاكثر انتشارا والاكثر امانا. هلا في عندنا مهدئات ثانيه بتعمل تعتمد على تثبيط الجمله العصبيه، هي نحن ما بنستخدمها الا بخطه معينه تحت اشراف طبي لصيق. وهون نحن الموضوع بيعتمد على الاخصائي اللي بيعطي نوع المهدئ اللي ممكن نعطي. فنحن بننصح بهيك موضوع استخدام المهدئات يكون تحت اشراف الاخصائي، وما ناخذ مثلا الوصفه الطبيه ونكررها نحن على مزاجنا انه ارتحت خلاص اوكي. لا، هون بندخل بالخطا. يعني دكتور بدنا نشكر وجودك معنا وكل هالنصائح اللي اعطيتنا اياها اليوم، نتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك. شكرا لكم دكتور تامر. اكيد يمكن الحديث يطول عن هيدا الموضوع، بس حاولنا خلال هي الفتره القصيره نسلط الضوء على اهم الاخطاء الشائعه. شكرا كثير لك ولوجودك معنا. يا رب. شكرا.